بريرا بريرا. بريرا كويس؟ كويس ان شاء الله، كويس ويعمل شغله كويس. هو دلوقتي بيستكشف ويعني بيكتب بعض النقاط. يمكن اول شغله الفعلي تقييم اداء الحكام بالنسبه للياقه البدنيه، وعايز ينمي موضوع اللياقه البدنيه بالنسبه للحكام، وبعد كده بيقيم اداء الحكام طبقا لرؤيته مع اللجنه بتاعته. فبيعمل برضو ستاف لكل تصنيف، كلاس A كلاس B كلاس C، اللي ينفع يلعب المستوى ده ومين اللي ينفع يلعب المستوى ده، وهكذا الحكام المساعدين. على مستوى اللياقه البدنيه حكامنا بخير؟ في وفي. انا سالت سؤال محدد عشان ما اسالكش الحكام بشكل عام، اللياقه البدنيه في وفي، ولكن هناك بعض الحكام اللي مستوى اللياقه البدنيه بتاعتهم اقل شويه، ولكن عندهم خبرات كبيره جدا، خبرات كبيره جدا، بيقدروا يديروا مباريات ومباريات صعبه. وفي حكام عندهم لياقه بدنيه مميزه جدا، ولكن خبراتهم الى حد ما 70%. وفي ناس بتجمع بين الاثنين، مستوى البدني على اعلى مستوى والمستوى الفني على اعلى مستوى. يعني عندنا تصنيفات. دول كم واحد تقريبا؟ لا احنا عندنا العدد كله. لا بقول لك على دول اللي هم واصلين الى ما هو اقرب للمثاليه، دول عددهم قد ايه؟ يعني مثلا ممكن 12. مش كتير شويه؟ لا مش كتير، لا اعدهم لك، ممكن اعدهم بس عيب ان انا اعدهم يعني. بس لو جبنا الدوريين كلهم، الدوريين بيتعمل لهم اختبارات على طول دايما في القائمه الدوليه، ولو جبنا بقى الخبرات اللي بعديهم هتلاقي عدد، في عدد يقدر يلعب في الدوري الممتاز مستريح. فانا مش عايز اقول اسماء عشان ما حدش يزعل مني، ولكن عندي 12 وعندي ممكن يوصلوا ل 15 كمان.